قالها شكل تاني، كلمة ونص يوميا على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليثي. أعزائي المستمعين الكرام، مستمع الشرق الأوسط، يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، ومعاكم عمرو الليثي وكلمة ونص. بس النهاردة أنا عايز أكلمكم عن الضحك. والضحك يا جماعة من غير سبب إيه؟ المثل بيقول أدب، لكن في ناس بتقول إن الضحك من غير سبب مفيد للصحة. ده كلام الدكاترة مش كلامي. إن الضحك بيخفف الضغوط عن الناس المتضايقة، وكمان بيخفف احتمالات الأمراض. وزي ما في ناس بتحاول تكسب من النكد، في ناس بتحاول تكسب من الفرفشة. عرفنا حكاية فندق أو قهوة معمولة عشان خاطر الناس الزعلانة يفرغوا الحزن بتاعهم ويعيطوا فيها، لكن كمان في قهاوي معمولة للضحك. في الهند مثلا بعض الولايات بتعمل أعياد للضحك، والناس تطلع الشوارع ويضحكوا ويقولوا نكت. كمان على عكس قهوة العياط، في قهوة تانية للضحك وإلقاء النكت، وممنوع دخول الزعلانين ونكدين. لكن لو زعلان متضايق يروح يفك عن نفسه، ومسموح في القهوة دي أي نوع من الضحك، قهقها نكت والزبون يضحك على حق أو من غير سبب. والقهوة دي صاحبه عمل نظرية بتقول إن الإنسان لازم يفرغ مشاعره السلبية حتى لا يصاب بالأمراض زي الضغط والسكر واللازم منه. وبيقول صاحب القهوة إن الضحك والبكاء قايمين على فلسفة واحدة، إن الواحد يفرغ التوتر. بعض الناس اللي تعودوا يروحوا القهوة دي قالوا إن هما في البداية كانوا بيتكسفوا من الضحك بصوت عالي، لكن شجعهم إن كل الموجودين بيضحكوا. وناس على مستويات اجتماعية مختلفة اكتشفوا ان الضحك احسن علاج يخليهم يفرغوا الغضب ويرجعوا تاني يوم رايقين. دول بقى الناس الرايقة اللي بتضحك على طول على رأي عدوية. يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، وضحكوا كده وابتسموا، وربنا يا رب يسهلكوا طريقكوا. وكان معاكم عمرو الليثي وكلمة ونص. وبكرة كلمة ونص كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني.